نترك حضراتكم الآن مع لقاء أجرته مفادة التلفزيون المصري الزميلة إلهام نمر، وهذا اللقاء لقاء حصريا مع دكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، حيث أشارت المفوضة بالاستعدادات الضخمة التي قامت بها مصر من أجل إنجاح هذه القمة، قمة المناخ، والإشادات الدولية الواسعة بحسن التنظيم لهذا المؤتمر. كوب 27 أو قمة أفريقيا كما يطلق عليها البعض هي بتعني في المقام الأول بالقارة الأفريقية، ويترأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي متحدثا بصوت واحد عن كل القارة الأفريقية. معنا اليوم دكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقي. أهلا بحضرتك دكتورة أماني. يعني القارة الأفريقية بتعاني الحقيقة، أكثر قارة تعاني على مستوى العالم من تحديات مسألة المناخ ومشاكل المناخ. أهم التحديات اللي بتواجه القارة الأفريقية في مجال البنية التحتية والطاقة والرقمنة تأثرا بتداعيات المناخ. اولا اسمحي لي ان انا اشكرك استاذه ريهام على استضافتي في القناه الاولى، وده طبعا شيء عزيز علي ان اكون موجوده في الوطن وانه اكون على التلفزيون المصري. وايضا اسمحي لي انا صحيح يعني القمه هنا في مصر، انما هي ايضا القمه يعني هي القمه الافريقيه للمناخ اللي تستضيفها مصر، واسمحي لي ان انا اعبر عن فخري الشديد يعني بإنجاز الرائع واستعدادات الضخمة الرائعة، والكل منبهر الحقيقة حتى في ال 24 ساعة اللي احنا قضيناهم من الجمال التنظيم وروعته. اليوم أيضا فخامة الرئيس السيسي نيابة مش بس عن إفريقيا الحقيقة، عن العالم كله أيضا في كلمته تعرض كثيرا لقضايا المناخ اللي بيتعرض لها العالم، وايضا تعرض لرساله هامه جدا الا وهي الحرب الاوكرانيه الروسيه لابد ان تتوقف، وانه السلام لازم يعم، يعني هذا الخراب والتدمير لابد ان يتوقف. انا ليه بقول الكلام ده؟ لانه تداعياته ايضا تمس البنيه التحتيه وتمس الطاقه وتمس الرقمنه وتمس حياه كل انسان وانسانه على وجه الأرض، وتحديدا في القارة الإفريقية. فالقارة الإفريقية من سنة 2020 الحقيقة بعد حوالي 20 سنة من نمو اقتصادي خرافي تعدى في بعض الأحوال يعني 15% نسبة النمو، عانت منذ 2020 من تباطؤ النمو وتوقف أو يعني الأمور الاقتصادية طبعا غير الصحية، يعني تدهورت كثيرا من سنة 2020. سنة 22 نتيجة توقف سلاسل الإمداد، نتيجة ارتفاع الأسعار والغلاء، نتيجة التضخم، أدت بالتالي مع الموارد القليلة من سنة 2020 أدت بالتالي أن المخصصات اللي كانت للبرامج التنموية الكبيرة اللي بتقوم بها القارة في المجالات العديدة ومنها المجالات التي أشرف بالإشراف عليها في القارة الإفريقية إما توقفت أو تباطأت. والأول مرة من 30 سنة مثلا أنه المعدل النفاذية للكهرباء في القارة يعني أو الوصول أو تنفيذ برامج المشروعات الكهرباء في القارة، بتكلم عن القارة ككل، أول مرة يحصل تباطؤ فيها من 20-30 سنة. فهي أزمات جيوسياسية وأزمات مناخ، لأنه عندنا الفيضانات اللي بتحصل، بنبني مثلا طريق أو ببني كوبري أو بنعمل مدرسة أو غيره، الفيضانات مثلا في القطاع الجنوبي من القارة دمرت بالكامل، يعني حتى المكتسبات السابقة بتتدمر نتيجة الفيضانات. التصحر اللي وقف أكثر من سد اللي بيولد مياه للطاقة ومياه وبينظم مياه للري. الجفاف بحيرة شاد سبب نزوح الأهالي ونزاعات أدت إلى حروب في منطقة كاملة في منطقة الساحل في إفريقيا. إذن القضايا كلها الحقيقة أو موضوع تأثير التغيرات المناخية مش بس على الحياة اليومية بل على الاقتصاد، على البنية التحتية، على الزراعة، على مكتسبات التنمية، على حياة الإنسان، لأن
عدد كبير من الناس طبعا فقدت حياتها او احبائها في هذه هذه المتغيرات. وعندنا كمان حاجات بقى زي مثلا في شهر افريقيا لحافل من الجراد بشكل غير مسبوق اتت على كل الزراعه نتيجه برضه تغيرات مناخيه وارتفاع درجات الحراره. فالموضوع لابد التعامل معه بحسم وشده وتنفيذ الوعود، لانه ايضا العالم دأب على في هذه المؤتمرات على خطب كبيره وجميله ووعود براقه، منها الوعد بتاع ال 100 مليار دولار اللي بقاله 13 سنه يعني نسبه قليله جدا. يمكن ده اللي خلى السيد الرئيس يتكلم على انه هذه القمه هي قمه تنفيذ، تعدت مرحله التعهدات الى مرحله التنفيذ. حقيقي. ولكن يعني ما هي في رأي حضرتك الآلية اللي ممكن أنها تلزم الدول المتقدمة للالتزام بتعهداتها؟ بالنسبة لنا في القارة، أولا اسمحيني في الأول أنا أثني كثيرا على أن مصر اختارت أن يكون عنوان هذه القمة هي التنفيذ، يعني ده العنوان عشان نخرج بقى من نطاق الوعود زي ما بقول لحضرتك والخطب، وده يعني عهدنا بمصر وتحديدا عهدنا بفخامة الرئيس السيسي هو الإنجاز والتنفيذ. نخرج بقى من حيز الوعود وننفذ ازاي؟ افريقيا برغم من هذه الأزمة الكبيرة لديها فرصة رائعة. فرصة رائعة ليه؟ لأنه الغاز الطبيعي اللي بيبحث عنه العالم كله أكبر مصادر له وأكثر الاكتشافات في الغاز الطبيعي في العالم هي في السنين الأخيرة، والسنين القادمة هي في أفريقيا. فأفريقيا دلوقتي الغاز بيكتشف بكميات ضخمة جدا داخل القارة، أسعاره مرتفعة، إذا يمكنها في تصديره الاستعادة بقدر من الخسائر الاقتصادية السابقة. يمكن أيضا مده لاستكمال البنية الكهربية في القارة. القارة لديها كل الإمكانات الطبيعية لكل الموارد الطبيعية للطاقة المتجددة في القارة، بل مش بس كده، ده احنا قارتنا عظيمة، احنا عندنا 22 دولة أفريقية من 54 دولة أفريقية تعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة، وده أكتر من أي إقليم في أي مكان في العالم. دولنا أكثر من 40% اعتمادا على الطاقة المتجددة، أكثر من اليابان اللي هي 18% مثلا. دي كلها مشروعات كبيرة وبتحتاج لاستثمارات ضخمة جدا وتمويل ضخم. حقيقي. ودي أنا بكلم حضرتك على قائم بالفعل، ولكن القائم بالفعل لا يكفي القارة، عندنا 600 مليون إفريقية وأفريقي ليس لديهم نفاذية للطاقة للكهرباء، عندنا 900 مليون تقريبا مليار إفريقية وإفريقي ليس لديهم نفاذية للطهي النظيف ووسائل الحديثة. وبالتالي احنا قدمنا الى هذه القمة عشان برضو نخلص من موضوع الوعود بموضوع مشروعات قارية ومشروعات إقليمية محددة بدراسات الجدوى بتاعتها، لنضع كل امام مسؤولياته ونقول هذه هي المشروعات احنا مش وكلها تمت بتمس القضايا المناخ والتنميه بشكل مباشر. هذه هي الاستثمارات اللازمه. القطاع الخاص ايضا العالمي موجود هنا في القمه، لانه الموضوع طبعا كبير جدا وبيتكلم على تريليونات. فرصه القاره ايضا انها القاره الوحيده دلوقتي، يعني محتاج تبصي على العالم خريطه العالم، القارة الآمنة الوحيدة هي قارة إفريقيا، وبالتالي حتى مخاطر المشروعات تكاد تكون منعدمة في القارة الإفريقية. فهذه فرصة إفريقيا، ومن رحم الأزمة تولد الفرصة، ونحن لها ونسعى من خلال هذا الكوب أن إفريقيا تحظى بكل المكتسبات التي تسعى إليها. طبعا ده كلام جميل بدعو للتفاؤل، ولكن على ارض الواقع الاستثمارات واللي محتاجه تمويل ضخم جدا، التمويل بيجي، هل التعاون البيني الافريقي هو الامثل في هذه المرحله، ام الاعتماد على التعاون متعدد الاطراف واللي احيانا بيكون ملزم للدول ببعض الالتزامات التي قد تكون غير مستعده لها؟ كل التعاملات مع الجهات المتعدده الاطراف كلها تساند بشكل رئيسي التكامل الافريقي والمشروعات الافريقيه والمشروعات القاريه، لان المالتي لاترال هو المالتي لاترال متعدده الاطراف، اللي هي ايه؟ الامم المتحده ما بتعملش تمويل الا حاجات بسيطه جدا. الجهات التمويليه الكبرى اللي هي زي البنك الدولي، البنك الافريقي للتنميه، البنك الاوروبي، كلها، ولو ان البنك الاوروبي يعني ما امتدش نشاطه لباقي القاره الافريقيه،
إلى بعض بلدان فقط، خمسة فقط، كلها، بل بالعكس احنا عندنا مديرة البنك الدولي للتكامل الإفريقي موجودة هنا، ودي على قمة أولويات المؤسسات الدولية. اللي كان الكلام هو إنه أصل ما فيش مشروعات والجدوى، عملنا المشروعات وحضرنا القوائم وحضرنا واجتمعنا كلنا، والقارة الإفريقية بتضرب المثل أيضا في الاتحاد والتكامل. فهو ليس كلاما يعني أمور يعني لا يعني مش كلام أجوف، احنا بنتكلم فعل، بل فهو ده الأمثل. وبعدين حضرتك دلوقتي لما تبصي على العالم، انا بتكلم ليها التمويل، لانه التمويل بالذات التمويل الخاص اول حاجه بتكلم فيها المخاطر. حضرتك بصي حتى على المؤسسات الدوليه، المخاطر التمويل في القاره الافريقيه دلوقتي هي اكثر واحده جاذبه او ممكن تكون جاذبه للاستثمارات. اللي يلزمنا هو تحسين مناخ الاستثمار في القاره، وده اللي احنا شغالين عليه من عشرات السنين، من تقريبا من نهايه من اوائل القرن ال21، من سنه 2022 سنه دلوقتي. ليه انا بقول الحكايه دي؟ لانه لولا الاصلاحات الهيكليه والاقتصاديه اللي تمت في السنوات اللي هي الماضيه دي، ما كانت القاره لتحتمل ثلاث سنوات على هذا المستوى من الصعوبه والتعقد في الامور الاقتصاديه. ويعني جت فترات شهور انعدمت تقريبا فيها الحياه الاقتصاديه، لولا فده ايضا كل هذه الاصلاحات ادت على ان القاره ما زالت واقفه على رجليها والى الصمود، ويعني قدرتها على تصدي الازمات. هل ممكن نستثمر الاوضاع الجيوسياسيه الجديده في العالم وما يحدث في القاره الاوروبيه لصالح القاره الافريقيه؟ لازم، وده واحنا استثمرناها بالفعل. احنا موجودين في دوله دلوقتي هي الهب او المركز الرئيسي للهيدروجين الاخضر اللي بيمد العالم. عندنا ست دول افريقيه تصنع حاليا الهيدروجين الاخضر، وهي دول اساسيه في تصنيع الهيدروجين الاخضر للعالم وخاصه لاوروبا. عندنا اربع دول افريقيه تصنع الوقود المستدام للطائرات، وهي دول افريقيه وسباقه في العالم، ما فيش قاره اخرى عندها هذا الكم. والقاره الافريقيه الكل بينظر ليها هي اساسي لتوليد الهيدروجين الاخضر ولتوليد الوقود المستدام. الاستثمارات في كافة المجالات، زي بقول لحضرتك القارة الإفريقية هي أأمن مكان وأكثر مكان له مستقبل في العالم بأيا كان نوع الاستثمارات في العالم. فإحنا سعداء يعني إنه قارتنا بتحط نفسها صح وتوظف كل إمكاناتها صحيح لجذب الاستثمارات لخدمة أبناء وبنات القارة أولا، وأيضا لخدمة العالم. والعالم لابد أن يكون يعني يعترف بالدور الرائع والرائد للقارة الإفريقية، أنها بتقوم بدور مسؤول غير دول أخرى. أهمية التحدث اليوم بصوت واحد للقارة الإفريقية أمام العالم أجمع، ده شوفي الاتحاد قوة، لا يعني لا جدال في هذا. وإحنا كلنا الحقيقة في حاجة أكيد حضراتكم عرفتوها، أنه في حاجة اسمها الموقف الإفريقي الموحد، والقارة كلها اجتمعت على صوت واحد وعلى موقف واحد، تم اعتماده من أولا من الوزراء، ثم اعتماده من القمة الأفريقية في يوليو الماضي. والقارة كلها موجودة هنا، أي مسؤولة أو أي مسؤول في القارة على أي مستوى كلهم يتحدثون بصوت واحد، وهيقولوا تقريبا كل الكلام اللي أنا قلته. فالحقيقة دي كمان يعني شيء رائع ويكاد يكون غير مسبوق. وحضرتك بصي كمان برضو يعني لتكتلات دولية أخرى، مش هتلاقي إن التون واحد أو الكلام واحد، ده مش هتلاقيه غير في إفريقيا. والله كلام حضرتك يعني بيبعث بالأمل والطمأنينة إن شاء الله في مستقبل يعني واعد للقارة الإفريقية. نتمنى إن احنا نتخطى يعني هذه المرحلة. بس سؤالي الأخير لحضرتك، يعني التكنولوجيا ما زالت موجودة لدى الغرب، مسألة نقل التكنولوجيا وأيضا الاستثمار في مجال العلوم، في مجال العلم يعني في القارة الإفريقية. هو خليني حاجتين، الرقمنة عشان برضو مش كل التكنولوجيا. الرقمنة انت حيت عارفة طبعا القارة الإفريقية هي سباقة في مجال الرقمنة في العالم كله، ويعني التحول الرقمي موجود في إفريقيا هي مثال، وهي يعني الأولى في العالم كله في التحول الرقمي من أصغر دولة لأكبر دولة. وإحنا يعني ده مجال كبير، وإحنا مثلا في مصر في مجال الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي، في شرق افريقيا اللي هو التمويل الالكتروني وال
الفاينانس التمويل يعني النظم الماليه الرقميه وهم اللي اخترعوها الحقيقه للعالم كله، التحول الاي هيلث او الصحه الرقميه، صحه ده القاره هي سبقه فيها. انما حضرتك اللي بتقوليه كمان نقطه مهمه جدا، احنا بنقول انه لما تستقطبي تصنيع في القاره لابد من توطينه، وده برضو ده من الامور الجميله الرائعه اللي بتقوم بها مصر. يعني ايه توطينه؟ ان جزء من سلسله القيمه بتاع هذا المشروع اكون دربت ناس عليه داخل البلد، اكون استقطبت جزء، بعتت ناس تتعلموا وتجيبوا، مؤسساتي التعليميه تبتدي تخرج ناس تشتغل في هذا الموضوع او ما يسمى بالمحتوى الوطني. ومصر الحقيقه في البرامج، هتكلم مثلا على الطاقه، برامج الطاقة المتجددة والمشروعات اللي عملتها مصر كانت الحقيقة جزء هام جدا في التعاقد اللي ناس كتيرة ما تعرفوش انها حرصت ان كل مشروع يكون فيه تدريب كوادر ضخمة جدا في البلد المنشأ والديب، وانه بعد كده يتصنع محليا او يتعمل محليا او الخبرة تكون موجودة وطنيا. ده شيء رائع، وده اللي بنسعى عليه في كل تعاقد الحقيقه، مش بس في الكهرباء، في اي حاجه في القاره، انه يا جماعه ما يكونش في اعتماد فقط على المدخل الاجنبي او التكنولوجيا الغربيه، ولكن او يعني نوطن حتى الامصال. احنا دلوقتي عندنا اكثر من مركز داخل القاره مثلا لتصنيع الامصال، يعني ما انا ممكن استورد في الاول، انما لابد من توطينه فيما بعد. فنقطة حضرتك جميلة وصحيحة جدا. هل الاتحاد الأفريقي بيتخذ قرارات أو بيضع خطط بناء على توصيات مثلا ما بعد كوب سواء 26 أو 27، أو يعني هذه التجمعات الكبيرة بتؤثر على استراتيجية وخطط الاتحاد الأفريقي؟ لا، استراتيجية الاتحاد الأفريقي هي الاستراتيجية 2063، وهذه الاستراتيجية احنا برضو الاقليم الوحيد اللي قال من ساعة ما عملناها انه لابد من التحرك بشكل سريع في قضايا المناخ. ولكن في الخطط، لانه في مخرجات، في تغيرات، في امور بتستجد في العالم، وبالتالي لابد من مراجعة بعض الخطط. وبالفعل ان المشروعات اللي احنا تقدمنا بيها في اخر سنتين كلها كانت جزء اساسي فيها هي انها يكون كلايمت ريزيلينت، انها قادره على التكيف مع المناخ، اثنين انها كلها عنصر المراه فيها يكون عالي، ثلاثه انها تربط الريف والحضر، اربعه انها تستخدم التكنولوجيا الرقميه. في كل مشروع واي مشروع للاتحاد الافريقي دي اربع امور لازم تكون موجوده ومتوفره في اي مشروع في اي قطاع. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات التفصيلية ويعني الصورة الدقيقة للوضع في القارة الأفريقية. دكتورة أماني أبو زيد، حضرتك مفوضية البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. ميرسي.